السلام عليكم. السلام عليكم. اين دوزيكت اخويا؟ كيفك؟ واش راك؟ والله انا والله ياك شوف تبدل الجو سيدي. شفت ضربه واحده ضربه واحده يا اخي. لاباس. نرحب بكم في برنامجكم الاسبوعي بحث في فائده العائله. وين وليدي؟ صعب تفهم. هاك حطوا السيد هذا وبعد نديك. معليش وليدي. اول صرخه من الصيصان هكذا ولا والو ملي خرج ما بان عليه حتى خضر والو. دوك الكبده اللي حاري معاه هي مواصفاته هذا باش راهم يسمعوا فينا. والله ما يحسبش من غير لي في التصرف اقرب وقت. هو شوف مدام اسمه مولير في عمره 13 سنه جاي شعره شويه طويل ولابس متجه اكارو حمراء لابس رواد ازرق باسكات كحله. بغيت هكذا اللي شافو ولا يدل عليه ولا يدل عليه ولا كان لابس هاد اللباس. نزيدو نعاودو للمستمعين على شافو هاد الطفل منير عمره 13 سنه وهو يعني شعره طويل شويه ولابس مجه اكارو حمراء وسروال جينز باسكت. هل تشوف صباطك وليدي؟ نشوف كحل. لا كحل. هو انت هو تنام يا درعلي كله ياو باتبانيك ياو. يقدر يا إسرائيل. والله راكش من دار والله راكش من دار أسير واش نقول لك انا دام الصيغه. هو صح كي جا خارج من الدار ما على باليش انا الصيغه وذهب داهم معاه حتى كي خرج باش عرفت باللي ما صبتش الصيغه الصياغه وذهب لي في الدار. بصح معليش ربي يسمح انا سونسيير يعاود يرجع لي. مانيش قادره نيماجيني باللي وليدي ما بايتش في الدار. بصيف راني مانيش مليحه خلاص خلاص ما دار. هذا الوالده وهذه السيده سمحه بنتها يسمى امو تزيد عليه ولا عاود نعاود ندوق نقلبوه لدارهم. لا عاود الله غان ديك البلاد من الاول. لا عاود مدعمين وكش ما جماعه فريق للدوله ولا بوليس. لا دير لا بوليس والو. انا لا يزرق انا بالي سبكي درك كيضرب. لا دير لا بوليس والو. حنا العرب نعرفوا غير لا بوليس. لا بوليس يا هو بطريقه طاكسيور خاف على روحي. شوف اسمع دوك ندير لا بوليس وتجي معايا تشهد. اه انت هزيتك هاكا عم ياك ديوا يخو يخو ذهب وديني سعني وديني يخو ذهب يخو خلي هذا. وهذا ما عندك هذا ما كاين. هذا ما كاين. هذا ما ديت. ها وش هو وش هو الدرا هذا؟ ها نون مازال ذهب مازال مازال ورق دير وراه دير وانت صاحبك. والله صاحبك هذا هو اللي دائما قال لك ازرم. وكيف دخلت لك راسك بيت الزرم انت هي؟ انت زرم امك. انا وليدي هذوك نحطك من هذا ديجا كيما هذا كيما هذا. واش واش يا بن عمي واش يا جاهزين طاكسي وكذا ومنا فيت فيت ولي تضرب في طفل طفل ما نعرفوش روشارشي. انت تحوس تباصينا ولا كيف هذا؟ هي كيما ما تحطونا اخويا انا ما تحطونا والو. واش نروح لابوليس كي قلت لي تحطوا روح لابوليس دوكا. لا نروح لابوليس هذا يا نروحوا لاوباما. لا لاوباما نروحوا ليه دوكا اون بيرسون سينو يحضر هو. لا يحضر كيما يا طفل صغير مينور وكذا ومنا وهز الذهب يوم يهذب ولا يا واش من مندي هذا اختينا يا واش من صغار يا برك انا هذا اخو اختي جبت صبرت وانا محتاج انا محتاج يا والناس كل محتاجه يا راجل. هو قال لك هو قال لك عنده ذهبه واحد اخر. يا سيدي احنا ندو هذا شوي والاخر يقلبوا لامو. لا 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 يا سيدي ما عنده ما اداني يا سيدي. لا لا ما عنده ما اداني انا يا سيدي. جا وصلني لدوز هكتار وديه قطعوا ديروا البيخه فهمت. الله يسهل فهمت. انا دوك نحطوه هنا. لا لا ما تحطوش هذا هذا ان شاء الله غير ما تحطو. لا لا نحطو بيسك تحطو نحطك دوكا. لا تحطني هذا والله غنحطك يا خا تحطني والله غنحطك انا نقول هذا تحطني هذا وش وش باك دو بانيك. واش ولي نهبط جبتك صحتك ولا واش ولي نهبط واش ما نهبط هذا واش ما تضربش ما تضربش واش ولي نهبط هذا. تعبني والله عباش كابتن اخوك
انت بنادم ولا بطلت؟ اني بطل. وش بطل؟ بطل نقول يا ونقول لك حاجة والله دي جا هذا كراعو يقعد كونسين عندي اغا وقسم بالله غير ذكت الدين لا بوليس ونروحو معليش انت ادي تحوس دي ذهب ادي ذهب ندي وتفل موبايل شوف ذاتها محروقة عليها ما تخافش ربي ما عندك شو ولاد انت لكم قولك ها واش تقولي هذا وليدي هذا وليدي وراك شارك في الكاميرا بطريق وش هشام فهم خلينا من خلوهم خلوهم اسكو تديها دوك تديها دوك تعرف دي شارجر والله نديرو الشارجر هنايا فهمت اوه ندير الشارجر التليفون السيد طافو السيد هذا التليفون هذا كان هنا كان هنا ها 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 واش مسيت؟ ما عرفتش شنو هذا شان زيدي ماكش تريديتو ما تشد الدم ولا مدك بينا الله يلا القسم بالله ان شاء الله ما نوصلش بخالك زوجه وقت شوف كان ستان كيما لا تيجي منين انت منين انت تيزوز تيزوز خويا الناس ما عزك تيزوز الناس مليح خويا اسطان تاع ناس تيزوز وكل الناس مليح اسطان ما هي تسرق لنا البورطابل ما انا خمسه 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 نهار انا ندخل علاش يديني لا بوليس يديني لا بوليس باك دو بانيك نفس ادخل 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 تحت فوق لا حطيت الاثنيك قدامي تكسح ورا وين على بالي ودع الله يسترك جيب الله اخوي انا ما عندي فرصه اسرح عندك متاكد انه عندك فرصه متاكد ما يطلق روح اروح اروح عيط لمام هنا داك الشيء في الكاميرا كاش خلاص أركبت نسخة يا بات بانيكا كاميرا مقصودة بات بانيك السلام عليكم عليكم السلام دوزي كتر دوزي كتر خويا معليش وين ترى؟ شوف نديو هذا للدوزيكتور وبعد نوصلوك شعب تفرج دي معليش اهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان رحبوا بكم في برنامجكم الاسبوعي تحت في فائدة العائلات ذلالي هذا رام ولا بغير يروحوا راح تولي عادة القلقة القلقة وشايدتها شوفها السيدة جاتنا اليوم وهي مقلقة بزاف على وليدها اللي خرج عنده يومين وما بان عليه حتى خبر مقلقة بزاف على وليدك مقلقة بزاف مقلقة بزاف عليه خرج اليوم خرج عنده يومين مني خرج لك ما زاد ما عاد ما على باليش وين راه ولا ما عندي حتى اتصال هكذا ولا والو
نخرج ما بان عليه حتى خبر. ياو با بانيك ياو. نزيدو نعاودو للمستمعين اللي شافوا هاد الطفل منير عمره 13 سنه وهو يعني شعره طويل شويه ولابس قمجة أكارو حمراء قمجة حمراء أكارو وسروال جين أزرق وباسكت كحلة. أريد تشوف صباطك وليدي. أريد تشوف صباطك.